من عارضت وقالت لمدير إذاعة مونت كارلو: أمسح بلاط ولا أصافح بيدي أي صهيوني. معنا الكاتبة الجريئة والإذاعية المخضرمة فريدة الشوباشي، رئيس جمعية حقوق المواطن في مصر. الكاتبة الصحفية المشاكسة والإعلامية الجريئة الأستاذة فريدة الشوباشي، أهلا بيكي معنا على كرسي الاعتراض. أهلا وسهلا، شكرا على المقدمة الظريفة دي، التقديمة يعني حضرتك تستاهلي أكتر. ربنا يخليك. الأستاذة فريدة الشوباشي، طبعا حضرتك شخصية معارضة جدا وناقدة، هل الشخصية دي معاكي منذ الصغر؟ نعم، أنا دايما أقول أنا اتولدت متمردة من وانت طفله، وانا طفله واتضربت كتير جدا، خدت علق بعمري كله، بس عمري ما تنازلت عن اللي في دماغي. كان الاعتراض في الصغر على الاب والام على كل الحاجات، وعلى المدرسات والرهبات اللي كانوا معايا، وعلى حاجات بقراها مثلا، وعلى اراء الكتاب ما يعني كده. حضرتك قلتي مش لازم اكون انا صح في الاعتراض، صح، بس أنا بعترض لأن أنا مؤمنة بالاعتراض. صح. ده والاعتراض دفع حضرتك في بعض الأحيان التمن. نعم، تقول لنا مثل؟ نعم، لا أنا عندي أمثلة كتير. قول لنا أمثلة. يعني أنا مثلا عندي أن أنا في مثلا في الستينات، معرفش يمكن محدش عارف الحكاية دي، في أوائل الستينات أنا كنت معترضة على أكتر زعيم بحبه وحبيته اللي هو جمال عبد الناصر، فاتحبست يوم يعني اتدخل. يعني ثواني، اكتر زعيم بتحبيه واعترضتي عليه بالرغم من حبك له؟ ايوه، لان ساعتها كنت شايفه حاجات انا مش مقتنعه بيها. زي يعني ايه؟ زي مثلا كان في كان جوزي في السجن، ايوه، اعتقل، واعتقل لانه انا كنت يعني بالنسبه لي انا انه كان صاحب راي. بعد كده بقى عشان نبقى نصحح، يعني بعد كده جوزي قال لي ان هم كانوا عندهم تنظيم سري. التنظيم السري في اي دوله غير مقبول. زائد انه انا في يعني فضلت معترضه وبشاكس في الوضع بتاع في وقت الحقبه الناصريه لغايه 9 يونيو مساء سنه 67. حضرتك اعترضتي على التنظيم السري؟ اعترضتي لما قالك؟ لما اعترضتي عليه؟ لا، فهمت، مش يعني فهمت انه لا مش من حقك تعمل. قلت له، انا حتى قلت له افرض ان انت جمال عبد الناصر وهو علي الشوباشي وهو عمل تنظيم سري لقلب نظام الحكم بالقوه واقامه ديكتاتوريه البروليتاريا، ده كان الكلام بتاع اليساريين وقتها. قلت له هتقعدوا على حجرك؟ كنت ضحك. لا يعني في حاجات، في ناس مش امينه في نقل الوقائع. يعني لما يجي يقول لي مثلا انه وعبد الناصر حط زي ما انا مره قلت لحد من الاخوان المسلمين كان معايا في برنامج، قلت له انا نفسي بس اسالك سؤال، هل انتوا في المنشيه رميتوا عليه ورد في حبسكوا ولا كنتوا هتغتلوه؟ يعني في سبب. في سبب يعني. بتعترضي حضرتك على بطء التقاضي، شايفه ان في فعلا بطء في الموضوع ده؟ شايفه ان في بطء فظيع. يعني انا مش عارفه ليه، انا طبعا مش قادره اعرف الظروف، عشان كده بقول لك انا بقول اللي انا بحس بيه، بس مش ضروري اكون صح، بس نفسي حد يقول لنا ايه الصح في ان الناس بتاخد حكم من 6 سنين ولا من 5 سنين ولا من 4 سنين والحكم ده مش بيتنفذ ليه. استاذه فريده، حضرتك بتعترضي على اداء المحافظين في النظافه. هقول لك، انا سنه 73، في اوائل 73 تحديدا 6 فبراير سنه 73، انا سبت القاهره ورحت باريس. فالناس اللي في باريس كانوا بيقولوا طبعا انت مبهوره، قلت لهم ولا مبهوره ولا حاجه، القاهره زي باريس. فعلا وحقيقه كانت القاهره زي باريس، زي الفل، الشوارع بتترش، الاداء جميل، يعني كل حاجه في البلد حلوه. فقلت لهم انتوا عندكم هنا مثلا نيوي وباريس ازيام، زي احنا عندنا جاردن سيتي والزمالك، انتوا عندكم الكارتيه لاتان اللي هو بتاع المثقفين، احنا عندنا الحسين. الحاجه الوحيده عندكم نهر السان، معلش ما تزعلوش مني بس ده بالنسبه لنا ترعه،
يعني احنا عندنا النيل. اه والله قلت لهم كده، قلت لهم النيل بجلاله ده. انا بس الحاجه اللي بهرتني هنا ومش عندنا السلم الكهربائي ده وقتها في 73. اللي انا عايزه اقوله بقى انه مش بس المسؤول هو اللي غلطان، المواطن ايضا متخاذل، ويعني حصل نوع من الاهمال كده. يعني انا مثلا بشوف في كل حته بروحها، حتى مش ضروري اوروبا يعني، حتى الدول العربيه، في البراميل اللي بتتحط فيها القمامه والناس بتنزل وتحط فيها القمامه وبتيجي العربيات تشيلها. احنا لا، احنا بنرمي من عربيه، بنرمي من كده اهو في الشارع. لا احنا فقدنا الى حد ما يعني، يا رب نرجع. تفتكري لو في غرامه، لو في غرامه طبعا اللي بيعمل كده بتهيألي الشوارع هتبقى انضف. بالظبط، المفروض ان يبقى في تراقي وتعاون. يعني انا بساعد المسؤول والمسؤول بيساعدني. يعني ممكن يجي انا مثلا اوقات بشوف عربيه بتيجي تشيل القمامه وبعد الظهر بلاقي قمامه تاني. ما ينفعش كده. هل شايفه حضرتك ان احنا لازم نخاف عشان نعمل الشيء؟ مش احنا لازم نخاف. شوفي اي حد في الدنيا، انا دايما بضرب مثل، بقول انا لما كنت في باريس مثلا الساعه 2 صباحا بتلاقي اي عربيه لما تلاقي الاشاره حمراء بتقف، لازم تقف. مش عشان هم مؤمنين بالقانون وبكل الكلام الحلو ده، لا، عشان هو عارف ان في كاميرات، وانه لو عبر، لو كسر اشاره حمراء مينيموم 3 سنين سجن غير الغرامه. تقريبا طبق في مصر الان حضرتك الكاميرات اللي بتجيب هو بس المخالفات. اللي نفسي يطبق انه لو حد اخترق القانون، لو حد اعتدى على القانون يتعاقب على طول. بالرغم من وجود المجلس الوطني للاعلام، الا انه الاستاذه فريده الشوباشي بتتمنى انه يبقى فيه وزير للاعلام. جدا بتمنى جدا. حضرتك بتطالبي بوزير للاعلام. نعم. شايفه ايه اللي ينقصنا، او الوزير هيضيف ايه؟ الوزير هيضيف كل حاجه، لان محدش بيكلمنا عن اي حاجه. نادر لما وزير مختص بيكلمنا في اختصاصه، يعني نادر لما يقول لنا، مع انه في متحدث رسمي لكل وزاره. ما فيش، انا مش شايفه يعني ده ما ملاش فراغ موقع وزير الاعلام. وزير الاعلام اولا بيبقى فيه تنسيق بينه وبين كل القنوات سواء الخاصه او الحكوميه. انا عايزه حد يبقى مسؤول يقول لي احنا عملنا الشيء ده عشان هو كده. هو في تنسيق بالفعل بينهم دلوقتي، بين الجهات المختصه وبين القنوات، لكن النتيجه يمكن لسه هتبان. لا، ما انا عايزه تبان دلوقتي. انا مش، انا شوفي هقول لك على حاجه، انا في مرحله من ادق مراحل التاريخ المصري، ما ينفعش في المرحله دي ابقى ما عنديش حد بيكلم الناس. يعني طب هل يمكن في قنوات مش ملتزمة فعلشان كده النتيجة ما ظهرتش فيها، وفي قنوات أخرى ملتزمة بان فيها النتيجة؟ هي مش المشكلة قنوات، المشكلة صلة، يعني تواصل أكتر، تواصل. أيوة. بين الدولة وبين المواطنين. لازم يطلع واحد يقول لي مثلا يعني أنا غليت سعر البنزين لكن ده عشان كذا كذا كذا، وده هيوفر كذا، وده مثلا بعد كده هيبقى فيه أفاق انه الاسعار تنزل كده. يعني يمكن حضرتك ده مش دور الاعلام، ده دور مجلس الوزراء والوزارات المختلفه، ان كل واحد يطلع يقول انه كانت نتيجه الوزاره كذا، وصلنا لكذا، واخفقنا في كذا نتيجه السبب. أنا ده انا معاكي مليون الميه، بس ده ما بيحصلش. فانا بقول ده كان بيملى الفراغ ده وزير اعلام. الأستاذة فريدة الشوباشي، حضرتك معترضة إنه رئيس الوزراء ما بيطلعش يتكلم كتير عن أسباب الحاجات اللي احنا بنشوفها وأسباب القرارات، طب شايفاها هو يعمل ولا يتحدث؟ لا، اللي يعمل لازم يتحدث، يقول لي أنا عملت كذا، أنت بينتظرك كذا. أنا قلت له، أنا قابلته مؤخرا وقلت له سيادة رئيس الحكومة يعني من فضلك كلمنا، عايزين اتكلم قول لنا حاجة. رد عليكي إيه؟ قال لي انا بتكلم بس انا قلت له انا طرشه ما بسمعش كويس. يعني كلنا بنعمل، لكن في مناصب بتحتاج وتفرض على شاغلها انه يتواصل مع الناس، لانه لا، انا ما اقدرش اجي اسال وكيل وزاره مثلا انت لازم تقول لي بتعمل ايه، لا، لكن رئيس الحكومه يقول لي، يقول لي انا بعمل كذا عشان كذا. شايفه انه الكلام ممكن يهدي الناس اكتر؟
لا هو مش حكايه يهدي، هي مش تهدئه، يعني ممكن ابقى منفعله من قرار معين ولما اسمع السبب اهدى. بالظبط، افهم، مش اهدى بس افهم، لانه انا مؤمنه انا من غير اي يعني، انت عارفه انا افتكر انتوا عارفين انا ما بخافش قوي يعني طبعا. انا مؤمنه بان القياده دي يعني من انقى واشرف القيادات اللي جت في تاريخ مصر في السنوات الاخيره، لانه الرئيس السيسي ده راجل عايز يخدم البلد. أيوة. وممكن يقول لنا يعمل لنا البحر طحينه زي ما بيقولوا، يقول لنا ان المستقبل وردي وانه كذا وما يهمكوش حاجه، ويستلف زي ما كنا بنستلف، على راي حد قال مره قعدنا 40 سنه ناكل على النوته. ايوه، وبعدين قلنا له سدد يا سيسي. لا احنا دلوقتي معانا رجل امين، مسكنات دلوقتي علاج. بالظبط، دلوقتي بيقول لنا، بيشخص المرض ويقول لنا ايه العلاج. عايزه يبقى التواصل اكتر، لانه انت ما عندكيش حزب حاكم كمان، انت كل الاحزاب يعني الحقيقه طلعت ما لهاش ثقل جماهيري، لانه لو هتيجي مثلا تقولي ما فيش مره طلعت الجماهير بكثافه بناء على دعوه حزب معين، مظبوط، او قائد معين منهم يعني، يعني ما فيش. طيب البرلمان مش ممكن يقوم بدور التواصل شويه بين الشعب والحكومة؟ يعني هو ممكن، بس أنا بقول البرلمان مثلا ما هو فيه آراء كتير، إنما الحكومة بيبقى في حد بيقول لي بيديني يعني زي ما تقولي ملخص عن إن إيه اللي بيحصل. البرلمان ممكن ما يعرفش كله، ممكن، بس البرلمان بيبتدي مثلا بينتقد لما يبقى في حاجة مش مظبوطة، بيشجع لما يبقى في حاجة مظبوطة، ماشي. لكن انا عايزه حد يقول لي مثلا، انا ايام تعويم الجنيه مش معقول انت تنامي وتقومي الصبح تلاقيكي بقيتي بكذا مثلا. ايوه، ليه؟ ده له مزايا، له طبعا كان يعني مردود سيء على الاسعار، لكن له مزايا ان انا ببص في المرايه واشوف وشي زي ما هو، اشوف مصر زي ما هي، ما اكذبش يعني، ما اقولش لا الدولار عندي بخمسة جنيه وهو مش صحيح انه بخمسة جنيه وكانت الدوله بتتحمل الفرق. لا، خلينا نقول كده، انت عايز الدولار يبقى بجنيه اشتغل. حضرتك معترضه على جمعيات حقوق الانسان، بتعترضي على طريقه التمويل؟ طبعا طبعا، والملايين اللي داخلاها. نعم، والنشاطات المشبوهه. طيب شايفه انه ده فرصة للتلاعب في أشياء كتيرة جدا طبعاً من خلال هذه الجمعيات؟ احنا شفنا يعني، انت الجمعية دي مثلا يعني لو حد منهم من نفس أعضاء الجمعية حد عمل له كده خربشه خربوشة صغيرة كده بتتقلب الدنيا، ولو شافوا مثلا زي مثلا حديكي مثلا يعني شهدائنا دول اللي ماتوا مؤخرا في رفح. ايوه، ولا حد من حقوق الإنسان قال كلمة، ولا حد قدم تعزية لأسر الشهداء. يعني أنا كمان أنا عندي شك في نواياهم كمان، أنا عندي يقين إنه مفيش دولة أجنبية تدفع فلوس عشان الإنسانية. كنا شفنا إنسانية قبل كده، ده احنا طفحنا الدم في الاحتلال. مفيش حاجة اسمها حد، إلا أنت عايز أنت تبقى تدافع عن حقوق الإنسان، دافع أنت عن حقوق الإنسان كده من غير ما تاخد أجر من بره. يعني يبقى أنت هنا بتعمل إيه؟ يعني إيه؟ ايه الـ 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 يعني ايه الحاجه الجميله اللي انت عملتها اذا كنت انت مدفوع؟ يعني انا افهم مثلا ان انا لما الاقي حد محتاج حاجه او ادافع عنه، بس ادافع عنه بوزع من ايماني انا. ايوه، مش ان انا عشان حد دي ولو ما ادانيش اسكت واسد بقي وداني، ما ينفعش. الأستاذة فريدة الشوباشي لها رأي في الصناعات المحلية. نعم. حضرتك شايفة انه في عدم تشجيع للصناعات المحلية؟ لا بالعكس، ده في مهاجمة، في هجوم على الصناعات المحلية. أنا بضرب من مين بس عشان نعرف؟ نعم، من مين المهاجمة دي أو الهجوم؟ من أطراف كتير جدا، واللي ليهم لهم مصلحة في ده؟ نعم، لهم مصلحة في ده. هقولك إيه المصلحة. مثلا يعني أنا هنا كنت بنتج مصنوعات جلديه وبصدر لبره. ايوه، انا النهارده بستورد من تركيا ومن الصين. يعني بتجيبي اي حاجه جلديه دلوقتي بتلاقيها تركيا، صينيه في الاغلب العام يعني. طيب يبقى هي دول ناس سمسره،
أنا يبقى المستوردين هم لغز المعادلة أو المصلحة هترجع للمستورد، بيقفلوا صناعاتنا ويجيبوا حاجات من بره. أنا بلاقي أنه لا، حتى لو الصناعات بتاعتنا ما هياش بالكمال الخالص يعني، وما هياش بتضاهي الأوروبي أو الأجنبي بشكل عام، معلش أعملها زي ما كنا عايشين قبل كده. أنا لما أجي أضعف قدام اللي بيجيب 8 عيال وعايزني أبقى أنا بابا وماما، لا، ما أنت عايز الدولة تبقى بابا وماما ومش عايز الدولة تطلب منك حاجة، لا تطلب منك. الدولة بتبقى بتخدم اللي بيخدم، يعني أنت بتعمل بتنتج، من حق الدولة تشجعك وتشتري صناعتك وتدعمك وتدي لك تخفيضات ضريبية، حاجات كتير يعني للتشجيع يعني ممكنة يعني. حضرتك شايفة أنه بيع الشركات وتصفية المصانع هي جريمة مقصودة؟ أنا شايفة أنها جريمة مقصودة. و برضو مين المستفيد أو مين اللي قاصد؟ المستفيد السماسرة اللي هم بدل ما ننتج هنا بيستوردوا. فين الدولة؟ الدولة مشيت، قالت باي باي. أنا رأيي أن الرئيس السادات عمل يعني بحكاية الانفتاح دي ما خدمش مصر يعني، بالعكس يعني بقى فيه نوع من محاربة المصريين في رزقهم. يعني أنا شايفة كده. يعني أنا لما آجي مثلا أبقى عندي، أنا كنت بعمل هنا كل حاجة، كنت بعمل كل حاجة، الخصخصة ده أنا بستورد جبنة دلوقتي. كل حاجة ده فعلا. كلام ده كلام، وإحنا كنا 30 مليون بقينا 100 مليون. يعني ما ينفعش. هي الخصخصة كانت في عهد يمكن الرئيس مبارك أكتر؟ لا، هي بدأت في يعني الفلسفة بتاعتها بدأت في عصر السادات، والتنفيذ في نص السبعينات. أكتره؟ نعم، التنفيذ كان أكتره في عهد الرئيس مبارك. طبعا، لا، الرئيس مبارك يعني ساب الأمور على ما هي عليه واستفحلت أكتر كمان. يعني ما فيش، يعني أنت عندك، أنا هقولك على حاجة، أنا كنت بركب الأوتوبيس بتاع النقل العام، كان في النصر للسيارات بتعمل أوتوبيسات نقل عام. كنت بركب من البيت في باب اللوق لغاية الجامعة في الجيزة بقرشين فار. انت النهاردة مش عارفة تظبطي حاجة لأنه ما بتنتجيش. ما ينفعش أبقى أمة 100 مليون مستهلك، احنا بنستهلك 70% من احتياجاتنا بنستوردها، ما ينفعش. ده خطر على فكرة، وخطر على أولاد زيك يعني الأجيال اللي جاية دي والصغيرين، ده خطر علينا. يعني أنا بفكر النهاردة إن لا، لازم حفيدي يلاقي شغل، وكمان حفيدي لما يخلف ابنه يبقى عنده أفاق. عشان كده في ناس تقولك ليه بيعمل كذا وليه بيعمل كذا على المشروعات اللي بتحصل، أمال يعمل إيه؟ يعني بس يبقى مشكلتنا إن إحنا ناكل وننام ونقوم؟ طب وبعدين؟ ومين اللي هيأكلنا؟ وليه لازم حد تاني يأكلنا؟ ليه مش إحنا اللي نأكل نفسنا بكرامة؟ الشعب المصري تحسي ان هو واخد على الراحه شويه؟ لا، هو مفيش همه ونشاط وحيويه. هو نقلوه من الشعب العامل اللي كان بيتغنى ويفتخر يقولك العمل حق، العمل شرف، العمل واجب، الا لا، انا ما بشتغلش، انا عندي اراد، كان دي حاجه الواحد يفتخر بيها. دي حاجه تكسف، لانه حتى احنا بنشوف اهو في امريكا بيل جيتس ما بيشتغلش، اللي عنده مليارات. لازم الواحد يشتغل. هو ده الانفتاح السداح مداح اللي حضرتك معترض عليه؟ الأستاذ أحمد بهاء الدين الله يرحمه، المفكر العظيم. اللي قال ده مش انفتاح سداح مداح، لأن مفيش ضوابط، عارفة؟ يعني مفيش ضوابط. أنا لما أجي أقفل مثلا يعني صناعات عندي وكنت بعمل بزرع وأعمل منتجات قهة، دي منتجات قهة كنا كلنا بنجيب منها، ده أنا شفتها في فرنسا في بداية السبعينات، كل ده اختفى. هل ده معقول؟ هل معقول انك انت ده رايك حضرتك انه ده بدايه تخريب مصر؟ الانفتاح انا رايي انه ده تخريب مصر طبعا، وتخريب تاني برضو في منتهى التوحش والبشاعه. لما اول اعتداء حصل على الاراضي الزراعيه بشكل بقى فج وكده، كان عثمان احمد عثمان. لما عمل ابراج عثمان احمد عثمان، هو عمل الابراج وهو نسيب السادات، فكل المصريين بدوا يبنوا محللهمش يبنوا إلا فوق الأرض الزراعية. وإحنا بنحتاج لأرض زراعية. يعني الحقيقة أنا لما بمشي على الكورنيش دلوقتي وبشوف كله عمارات، ولما بمشي على الدائري وعلى كل المنطقة الهرم كانت دي
بتكفي القاهرة الكبرى. ايوه اغذية يعني بتكفي القاهرة والجيزة وبنها. طب دلوقتي فين؟ فين؟ ما ده هو ده الـ يعني الانفلات اللي حصل. وطبعا بقى في المحليات اللي هي بتغمض عينيها، مش معقول واحد ما يشوفش برج 10 ادوار مثلا، يعني الا لو كان عايز ما يشوفش. لم اصبح ناصرية الفكر والهوى الا بعد 9 يونيو. نعم. ليه؟ هقول لك ليه. لانه انا، انت عارفه جمال عبد الناصر كان ليه مقوله جميله جدا، قال اذا شفتوا امريكا راضيه عني اعرفوا ان انا ماشي في الطريق الغلط. فانا كان في طرفين في 67، اكتر طرفين ظاهرين يعني، كانت اسرائيل وامريكا في العدوان بتاع 67. فانا قعدت اسمع الراديو تل ابيب صوت امريكا، هجوم على عبد الناصر مرعب. فاتجهت نحو زوجي الله يرحمه كاتب علي الشوباشي، قلت له ايه ده علي؟ مالهم بيكرهوه كده ليه؟ قال لي ما هو نفس سيناريو محمد علي بيتكرر. قلت له لا، ما دام هما بيكرهوه يبقى هو حبيبي على طول. خدت اللحظه. ايوه تمام. وانا بقول ان احنا في 9 يونيو هزمنا الهزيمه. كان في هزيمه، لانه لو تتخيلي انت تقفلي عينيكي شويه كده يا استاذه وتقولي طب لو 9 يونيو ده احنا فوتناه واستسلمنا، كان بقى في حرب استنزاف؟ لا طبعا. كان بقى في عبور؟ لا طبعا. في ناس بتيجي دلوقتي بقى تقول لك و9 يونيو وتعمل لنا ان هي يعني مقهوره قوي، وهي بالعكس شمتانه، وبعضهم سجد لله شكرا على الهزيمه بتاعتنا. قبل عبد الناصر كانت هويه حضرتك ايه؟ ولا حاجه، كنت ما عنديش اي فكره عن السياسه خالص. كنت بشتغل بالمحاماه فتره، وقبلها كنت بشتغل في حسابات الشركة اللي أنا كنت فيها قبل ما أكمل دراستي. ما كانش عندي انتماءات سياسية إلا على المستوى الوطني، يعني زي ما بقولك وأنا عندي 18 سنة نزلت في ضد العدوان الثلاثي وحاولت أتطوع، يعني مش فاكرة قبلوني ولا لأ حتى. وفي 67 نزلت برضو قبل 9 يونيو، لكن 9 يونيو بقيت ناصرية لأنه شفت إن عبد الناصر هو عدو أعدائي، أعداء بلدي. شخصيتك معترضة ومعترضة بقوة، لدرجة أنك لما كنت مذيعة في مونت كارلو، كنت صحفية، كنت صحفية. نعم. في مونت كارلو اعترضتي على مقابلة شيمون بيريز. نعم. وكان سبب في الفصل، اترفدت. ما همكيش؟ لا ما يهمنيش. شوفي أنا في أصحابي اللي كانوا معايا في الشغل في الإذاعة هم موجودين، قالوا لي هاي أنت مجنونة، ما هو لبنانيين أغلبهم يعني. ايوه. فقلت لهم ليه؟ قالوا لي انت في اواخر الخمسينات، طب دلوقتي لما تترفدي هتشتغلي ايه؟ قلت لهم امسح بلاط. والله كنت صادقه. قلت لهم امسح بلاط وما احطش ايدي في ايد السفاح ده اللي دفن اسرى مصريين بايديه احياء. لدرجه ان حضرتك اعترضتي ورفضتي مشاركه العرب بجنازه شيمون بيريز. طبعا انا ضد طبعا، يعني ده ياما يعني بحر البقر جنازات، وعمال ابو زعبة الجنازات، ومدن القنال، وكل الضرب اللي ضربوهن على، واحنا مش بس احنا كمصريين، حتى يعني كل العرب، يعني اسرائيل دي يعني وبال علينا يعني، بس دي عايزه لها ثلاث حلقات اربع حلقات انا وانت نتكلم فيها. بس انا بحب اعرف المشاهد ان قد ايه حضرتك معترضه لدرجه انك جيتي على مصلحتك. طبعا لا، انا ما فيش حاجه اسمها حد تاني كان مش هيهمه. على اساس مصلحته وشغله. انا كرهت عملك كصحفيه. بالظبط. انا كرهت الناس اللي قالوا لي طب ليه يا فريده ما كنت تعملي الانترفيو، انا كرهته. لانه انا اسرائيل، انا على فكره ضد العنصريه وضد التعصب الديني. انا ضده تماما يعني، ولي اصدقاء يهود، وللدكتور بتاعي الامراض النساء بتاعي من ساعه ما كنت في فرنسا انا مواظبه عليه، يهودي. أي. يعني يهودي كمان من اصل مصري يعني. اللي انا عايزه اقوله ان انا ضد الصهيونيه، لان الصهيونيه دي جايه بتعاقب العرب اللي ما فضلوش يهود. يعني افرضي كان في يهود في فلسطين، بعدين جت المسيحيه، مش المسيح برضو كان يهودي في الاول؟ ايوه. بقوا كلهم تقريبا او جزء كبير بقى اعتنق المسيحيه. بعد كده جه سيدنا محمد. لما جه سيدنا محمد وبقى فيه عليه الصلاه والسلام، بقى فيه
كتير من اليهود ومن المسيحيين أسلموا. أيوة. فالنهاردة إسرائيل بعنصرية مقيتة وبغيضة وبتشجيع مقرف من الأمريكان ومن أي قوة استعمارية بتعاقبنا، تطردنا من بلادنا علشان إحنا ما فضلناش يهود. أيوة. يعني تجيب لي يهودي يمني، يهودي أمريكي، يهودي أفغانستاني، يهودي روسي، الله، يعني ده دين. الدين حاجة والجنسية حاجة تانية. بدليل أنا هقولك على حاجة، لما كانوا بيعملوا القطارات اللي طالعة من الاتحاد السوفيتي السابق، لما كان في ضغط انهم يهجروهم لاسرائيل، كانت ملامحهم سوفيتيه، ملامحهم قريبه من الصين شويه. ايوه. طيب يعني اذا الدين ده مش جنسيه يعني. ايه العلاقه السريه بين امريكا واليهود؟ لا، بين إيه امريكا واسرائيل. بين امريكا واسرائيل اول، مش اليهود. مش الديانه اليهوديه لاسرائيل. اسرائيل هي اللي منع، يعني منع تقدم او يعني ان العرب يرفعوا راسهم. انت عارفه اسرائيل قاعده تستنزفنا طول الوقت، وده بالنسبه لامريكا. طب امريكا ليه مستجابه؟ نعم، امريكا بتستجيب ليه؟ وبتستجيب وبتشجعها ليه بقى؟ امريكا زمان كان في، مش من زمان قوي على فكره، يعني يمكن من 20 سنه كده، حد عسكري. أيوه. حد عسكري اعترض، قال ايه ده، احنا ليه بندفع لاسرائيل كل المبالغ دي؟ فرد عليه حد من الإدارة الأمريكية، قال له أنت بتدفع إيه لإسرائيل؟ اللي أنت بتدفعه لإسرائيل ما يسويش 1/100 من اللي كان ممكن تدفعه لو أنت كأمريكا رحت هناك وضربت العرب. فهم محطوطين هنا عمرهم. حتى لما السادات راحوا وقالوا لنا الحدوتة بتاعة السلام ومش السلام وبتاع، هل إسرائيل هديت؟ إسرائيل لغاية النهاردة بتعتدي على المسجد الأقصى، قتلوا الناس وهم بيصلوا في الحرم الإبراهيمي. أنا قعدت أعيط يومين ثلاثة بعدها يعني. أيوة. بيطردوا الفلسطينيين، بيعملوا بتاع ده مستوطنات. مستوطنات دي حاجة بشعة، يعني بتطردي ناس وتقعدي مكانهم وتطرديهم، تخليهم يعملوا خيمة. أيوة. ويقول لك دي أرضنا. أرضكم منين؟ منين؟ ما انتوا في هنا، دول كانوا اصلا يهود وبعدين بقوا مسيحيين وبعدين بقوا مسلمين زي ما بقول. ايوه. يعني في الارض دي عمرهم يعني ما جوش مشحونين لفلسطين. واسرائيل بقى يعني على حسب انا ما قريت وانا بره، قالوا للخواجه البريطاني ايام ما كنا احنا محتلين، لان في ناس دلوقتي بتلطم عايزه الاحتلال تاني يعني. فلما كنا محتلين راح قالوا له رئيس الوزراء البريطاني احنا عايزين وطن وكده. فقال أول حاجة قالها له عشان يقنع البريطاني، قال له سوف نمنع مصر من التمدد شرقا. أيوه. ده كان بعد محمد علي، بعد نوارين. فده اللي عجب البريطانيين واللي خلى وعد بلفور، كان بعد 1917. أيوه. وبعد 1917 بريطانيا هي اللي حطت الخميرة بتاعة الصراعات الطائفية والتعصب والعنصرية وكل الحاجات المقرفة اللي إن شاء الله هنتخلص منها في يوم. بعدها سنة 28 عملوا الإخوان المسلمين، على أساس إن دول إخوان مسلمين وإحنا كفار قريش. أيوه. يعني ما إحناش مسلمين إحنا. أيوه. يعني استخدام الدين كان عنصر سيء جدا، وأنا رأيي إن إحنا لازم نبتدي نخلي الدين ده حاجة بيننا وبين ربنا. احنا بيننا، احنا بنتجه للخالق، لكن في الحياه في قوانين، في دوله. الاستاذه فريده الشوباشي شايفه ان احنا بنعيش في عصر التقزم. ايه هو عصر التقزم اللي حضرتك تقصديه؟ يعني عصر التقزم يكفيني ان الرئيس بتاعي قال مره انه 99% من الاوراق مع امريكا، يعني خلاني انا مصر العظيمه اشترك مع العالم كله في 1%. وبعدين بعد كده الرئيس اللي جه بعديه مفيش، امريكا ستنا وتجرسنا. ايوه. وبعدين الرئيس برضو الاخواني برضو امريكا، لما قال للسيسي قال له لو شلتوني امريكا مش هتسيبكم. ولما جه الاسطول السادس ولا الاسطول الامريكي مش فاكره فين، ايام اعتصام رابعه، كبروا وهللوا. ايوه. أنا بلاقي إن أمريكا يعني هي اللي حريصة على إن إحنا نفضل أقزام. أقزام. أنا بالنسبة لي أنا انتقلت إلى
يعني تماما ثقتي في الرئيس السيسي قبل ما يبقى رئيس، لما قريت له عبارة رائعة في رأيي، هي إن الإرادة المصرية لن تعلو عليها إرادة أخرى. هنا حسيت إن عصر التقزيم انتهى بالنسبة لي، وإن هبتدي أسترجع مصر مكانا ومكانا. شايفة حضرتك إنه خرجنا من التقزم بموقفنا ضد قطر؟ لا، احنا خرجنا من ب 30 يونيو مش ب... تمام. لا انا بتكلم على بالنسبه لموقفنا ضد قطر، موقفنا من كل حاجه، موقفنا من احنا لما الجماعه بتوع داعش ضربوا ذبحوا ابنائنا في ليبيا رحنا ضربناهم. لما اي حاجه دلوقتي مصر بترد، وقطر اذتنا كتير قوي واذت الوطن العربي كله على فكره. هل الموقف ده هيوقف الاذيه من ناحيتها شويه؟ لازم يوقف، لازم، ملهاش حل تاني. يعني مفيش حد قدامه. شوفي اقول لك على حاجه، الاذيه ليها مسار وبتقف بعد كده، فاحنا الاذيه دي لا مش عايزينها، هنواجهها، ولما نواجهها هنقطع ايد اللي بيأذينا. يعني استاذه فريده، حضرتك شايفه انه قطر برضو صناعه امريكيه؟ القوة والتعنت اللي هي فيه ده، هل هو صناعة أمريكية؟ هي احنا بنقول ذراع أمريكي. أنا رأيي إن قطر صباع أمريكي. يعني لأنها ليه بقى؟ لأنه قطر ما عندهاش مقومات الدولة بالمعنى الحقيقي للمقومات الدولة. أيوه، يعني حاجة صغيرة كده، دويلة. دويلة. فبما إنه أمريكا قالوها بصراحة كده، إن أكبر ضمان لبقاء إسرائيل في المنطقة العربية هو تفتيت المنطقة إلى دويلات عرقية وطائفية. فقطر كانت النموذج، دويلة صغيرة كده يعني، وبدليل إنهم هم كانوا عايزين يقسمونا إلى 5 دول. أيوه، يعني عايزة أقول إن قطر كانت فاكرة إن هي هتبقى إمبراطورية بقى، يعني هتبقى دويلة بس هيبقى في دويلات أصغر بينها فتبقى. وبعدين قطر لا تملك حرية قرارها. قطر فيها قاعدة أمريكية، وهي عارفة أنهم موجودين على كرسي العرش، غير كرسي الاعتراض بتاعها. أيوة. على أساس أنهم هم يعني مطيعين جدا يعني. يعني أنا عايزة أقولك على حاجة، أنا دايما بقول فيما لو، وده رأيي أنا مش رأيي، يعني أنا رأيي الشخصي يعني. أيوة. لو انه مئات المليارات اللي راحت الامريكان عشان نشتري سلاح من السعوديه ومن قطر ومن الامارات ومن دول الخليج العربيه اللي هي ربنا اداها الثروه النفطيه، لو كل ده استثمر في بلادنا، مش كنا واكبنا العالم وكنا النهارده شبابنا بيشتغلوا طبعاً، وعندنا مصانع وعندنا طبعاً انتاج؟ يبقى اذا يعني الواحد شايف ان احنا ثرواتنا بتهدر، بنتأخر، بيعوقوا تقدمنا، كله بأموالنا. هي دي الكارثة. أستاذة فريدة الشوباشي، حضرتك شايفة إنه المخابرات الأمريكية والموساد بيحاولوا يحاربوا الأزهر؟ طبعاً. إزاي؟ يعني هم بيحاولوا إن هم يمولوا ويشجعوا إنشاء جماعات ليها فكر، يعني الحقيقه متطرف. انا بسموهش متطرف، بسميه ارهابي. لان المتطرف ده بيبقى اكتر من العادي، يعني يبقى كويس اكتر يعني. بينما الازهر طول عمره الاسلام وسطي، الاسلام الرحب الجميل اللي بيستوعب كل الافكار وكل التوجهات. ايوه، وكل حتى المذاهب الاسلاميه. يعني الازهر ما يعني عندوش، يعني تفتكري المشاكل اللي فاتت للازهر نعم كان سبب من اسبابها المخابرات الامريكيه؟ طبعا، لانه النهارده الازهر يعني في ناس عايزه تلقي عليه ان هو يعني داعش ده الاسلام. لا، ده مش الاسلام. والازهر بياكد ده، يعني الاسلام حاجه تانية خالص. شايفه انه الازهر رفض يكفر داعش، شايفه الموقف ده ازاي؟ انا مع عدم تكفير اي حد، عدم تكفير. انا بلاقي ان داعش، انا ما اعرفش اذا كانوا مؤمنين ولا كفره، انا اعرف انهم قتله، يعني يتحاسبوا على هذه الجرائم، لكن الدين ده عند الله. بالظبط كده. طب هل الدين ده بالنسبه لهم ستار؟ طبعا، لمصالح واغراض اخرى. ليهم هم وضرر لينا احنا. ايوه، يعني انا كنت بقول ان انا
لما كنت باجي اركب في المترو في باريس كان الناس بتتفضلي يا مدام وكده يعني، بعد كده بقوا يبصوا لي ويخافوا كده من ملامحي العربيه، فبقول لهم والله مش لابسه حزام ناسف يعني. احنا يعني اللي عملوه الجماعه دول اللي هم المجرمين الارهابيين باسم الدين الاسلامي، خدي بالك الدين الاسلامي ده القرن ال 15 اللي احنا فيه، اشمعنى عمر ما كان ليه الوجه بس ازاي حضرتك رجال الدين ورجال الاسلام في العالم كله يوافقوا بكده؟ المفروض يبقى فيه وقف. لا مش موافقين، محدش وافق، كل رجال ساكتين الدين. طيب ليه يا استاذه فريده؟ هو بقى هي دي بقى، انا رايي ان في قدر من السلبيه. ايوه يعني انا بقول سلبيه إنه لا. يعني لازم نبتدي نقول، بس مش نقوله بس يعني، ونبتدي نتصدى لافكار هؤلاء. يعني لما واحد يجي يقول لي مثلا ان هو بيكفر ده او بيذبح ده بتاع، اقول له لا الاسلام مش كده، ارد بقى بالاسلام. الاسلام انا في رايي اكتر دين في ديمقراطيه وحريه راي. لما ربنا عز وجل يقول لك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لما يقول لكم دينكم ولي دين، لما يقول لا اكراه في الدين، لما يوصي بانه جادلهم بالحكمه والموعظه الحسنه بالتي هي احسن يعني. مش فكره طبعا بس عايزه اقول ان في الجدال وفي بالوسائل المحترمه بتاعه الحوار مش الذبح. طب ما انت ممكن لما تيجي تقولي اذبحك ولا تقولي مثلا يعني تقولي الشهاده، ممكن انطق الشهاده وانا مش مؤمنه. ايوه فيها زيف هنا، فيها تعنت، فيها كمان يعني اقتراء على حقوق الانسان. يعني انا انت مالكش دعوه بيا، انا اقتنع ما اقتنعش انت مالك. حضرتك اعترضتي على انضمام المسيحيات لحزب النور، قلتي ان هي تمثيليه. طبعا هي تمثيليه، لان انا بعترض حتى على انضمام المسلمين لحزب النور. لانه حزب النور ده يعني حزب يعني افكار متعنته وضيقه وممكن يعني يعني بتهدف الى تقسيم المجتمع المصري وشرذمته. انا عايزه دايما بقول حاجه على فكره، دايما بقول انا بحكم تجربتي وان انا ست كبيره في السن، يعني انه الاسرائيلي لما كان بيجي يضربني ما بيقولش المسيحي هنا والمسلم هنا، بيضربنا كمصريين. بالظبط. انا ضد التصنيف على اساس الدين. حضرتك رفضتي اساسا خانه الديانه في البطاقه. انا ضد خانه الديانه، لانه ليه خانه الديانه؟ انت مالك انا ايه؟ انت عليك، انت دلوقتي انت جهه مسؤوله، انت بتحاسبني عشان عملت خالفت قواعد المرور. أيوة. مالك انت تعرف اذا كنت انا مسيحيه ولا مسلم؟ انت بتحاكمني علشان انا غشيت في بضاعه مثلا او في حاجه ببيعها، ايه دخل ان انا مسيحيه ولا مسلم؟ ايوه يعني هو ده اللي انا عايزه اقوله، ملهاش لازمه يعني. ممكن يعمل توحيد اكتر عدم وجود خانه الديانه في البطاقه. لانه يبقى الناس تفهم انه مش مهم انت دينك ايه، المهم انك انت ماشي صح. لما تمشي صح هتبقى انت مسلم حقيقي او مسيحي حقيقي. مشاهدينا فاصل ونعود مره اخرى. مشاهدينا ورجعنا من الفاصل، بنواصل كلامنا مع الأستاذة فريدة الشوباشي. حضرتك منورانا واحنا مستمتعين بالحوار معاكي. شكرا شكرا جزيلا. أستاذة فريدة الشوباشي، حضرتك ليكي اعتراضات دينية كثيرة لدرجة أن البعض تحير في هذا الموضوع وقال أنك اعتنقتي الدين الإسلامي لكي تكوني ناقضة للدين الإسلامي. شوفي دي تفسيرات غريبة جدا، لأنه أنا اعتنقت الإسلام سنة 63 بعد ما دخلت كلية الحقوق، وطلع لي عمر بن الخطاب من الكتاب وقال لي تعالي. هل كان زواج حضرتك من زوج مسلم سبب من الأسباب؟ لا خالص. زوج مسلم، ما الرسول اتجوز ماريا القبطية. يعني ملهاش صح، مفيش مشكلة هنا يعني. أيوه. كان كل واحد بأفكاره ومعتقداته الدينية. أيوه. بس اللي أنا عايز أقوله أنه أنا اعتنقت الاسلام. انا بعتت لجوزي وهو في السجن، قلت له انا قررت اعتنق الاسلام. قال لي ليه؟ احنا عارفين القصه دي فعلا. افتكر ان في حد ضغط عليا يعني. اللي انا عايز اقوله، انا مش ليه اعتراضات دينيه، انا ليه اعتراضات على احتكار البعض للدين
واحتكار صفة يعني انه هو الحكم وهو الخصم والحكم هو اللي يقوله خلاص. انا بقول ان ربنا خلقنا 7 مليار بني ادم، مفيش بصمة زي التانية. صحيح، 7 مليار بصمة مختلفة. شوفي المساحة قد ايه، وشوفي الاعجاز الالهي قد ايه. أيوه. فمش ممكن نبقى نسخة واحدة من اي حاجة. مفيش حاجة اسمها البني ادمين نسخة واحدة. وعشان كده يعني الاسلام انتشر بالثقافة وبالتعامل وبالقدوة، مش بال. وحضرتك كان تأثير عمر بن الخطاب عليك كبير جداً. علشان كده انت ولسه اعتنقت يعني بس. انا سيدنا عمر بن الخطاب العدالة هي بالنسبة لي انا اهم ركن من اركان الدين. لو انا طبقت العدالة هتفادى يعني بلاوي، يعني هتفادى قتل وسرقة وغش ورشوة، كل ده لو انا بطبق العداله الاجتماعيه مش محتاج لكل ده. أيوة. مظبوط ولا لا؟ أيوة. فانا بضحك على الناس اللي بتدعي انه انا كان عندي، انا لما اعتنق الاسلام سنه 63 يعني وانا عندي 24 سنه ولا 25 سنه مش فاكره يعني بقى. أيوة. حاجه كده في الحدود دي يعني. آه. هل معقوله ان انا كنت عارفه ان حضرته جاي يقول لي مثلا ما تسلميش على القبط تبقي كافره، ولا مثلا لا لازم تعملي كذا عشان تروحي الجنه، ولا تتجوز البت اللي عندها 4 سنين ما دام تطيق؟ ده انا في حاجات يعني بحس بغثيان. ده مش اعتراض على الدين، ده دي حاجات دخيله على الدين من وجهه نظر حد وتفسير البعض، لان انا عشت. أيوه. في الستينات ولغايه منتصف السبعينات ما كانش فيه الافكار الشاذه دي يعني. يعني انت لما تيجي النهارده تلاقي واحد يقول لك اه تتجوزي بنت عندها 7 سنين ولا تمام، ايه ده؟ ده كلام؟ طب فين الـ 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 الرشد بتاع بنت في السن؟ يعني يبقى انت بقى مجرد يعني حاجه، يعني الواحد مش عايز يتكلم يعني. بس ايوه انا بعترض على تفسير البعض. يعني مثلا انا النهارده بلاقي ان ربنا، يعني انا دايما اقول لهم انا ربنا بتاعكم ماليش دعوه بيه، انا عايزه ربنا بتاعي اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم. يعني لما يبقى ربنا بيقول لي ان هو الرحمن الرحيم، انا ما اجيش على حد بقى طول النهار ربنا هيعذبني وربنا يعلقني وربنا هيحرقني وربنا. ليه التخويف والترهيب دايما؟ ده مش الدين. لا انا في رايي كده، في رايي كده يعني. انا حر يعني، ده اعتناق بقى، ده احساس. ايوه. لكن اللي بيقول لاي سبب، يعني انا بلاقي ان هو انسان يعني يعني تقولي ايه، مفتري، لانه انت تشعرفك انا كنت وانا اللي حارب الدين الاسلامي اللي ما عرفوش يحاربوه جيوش وامبراطوريات، استغفر الله العظيم. يعني هل معقوله الهشاشه دي غلط؟ يعني انا عشت بره وكنت بمارس يعني وعايشه كمسلمه، وزي لسه من كام وقت بنت اموره قوي اسمها منى غندور كانت معايا في، هي لبنانيه يعني، بتقول لي انت الوحيده اللي كانت المسلمه اللي بتصوم في رمضان مثلا يعني. أيوة. انا بقولش، انا على فكره ضد بقى ان حد يقول انا بصوم انا بصلي، انا ضد الكلام ده. بس انا عايزه اقول ان انا مارست الشعائر بتاعتي وانا في بلد غير مسلم. كان بيبص لي بصه غيظ شويه. مش بيسقف لي، وانا ضد التظاهر في اي حاجه، وضد. أيوة. التفاخر بانك انت مثلا حجيت عملت عمره بتصلي بتصوم. دي حاجه بينك وبين ربنا، عيب يعني. حضرتك قلتي انه الحجاب جرثومه، وانه الحجاب جالنا من بلاد النفط. قلتي كده؟ لا، قلت بقى بصي اقول لك على حاجه. انا بلاقي ان الدين جوهر ومش مظهر. وبلاقي انا يعني انا بعد ما رحت فرنسا كانت. أيوة. مصر ما فيش حد فيها خالص لابس حجاب، ورجعت لقيت الحجاب منتشر جدا جدا جدا. انا بقول ان ده فرز طائفي في الشارع المصري. عشان ده يتعرف ده مسلم، حتى اللبس بتاع الرجاله يعني كده. بس اللي انا عايزه اقوله ان الحجاب، يعني انت النهارده بس الشعر هو المشكله؟ طب والمكياج اللي بيتحط، اللي بيحطه طن مكياج ومحجبه شعرها، يا سلام. هو بس الشعر ده، الشعر ده الحاجه الوحيده اللي لو قصتيها كده ما بتحسيش. يعني ما هوش هو ده المشكله. عشان كده انا رايي ان هو مغزى سياسي. وبعدين هقول على حاجه تانية. بس هو بصرف النظر عن ان هو زي ما بتقولي حضرتك انه له مغزى سياسي،
هو مفروض. هقول لك انا ليه مش مفروض. انا اتناقشت مره مع الله يرحمه الشيخ سيد طنطاوي، قلت له يا مولانا، بيقول لي سوره النور الايه، قلت له الايه بتقول ليضربنا بخمرهن على جيوبهن، يا مولانا الشريعه الفاظ ولا مقاصد؟ قال لي مقاصد. قلت له يبقى هنا. اما اللي على راسها ده فمرات ابو جهل برضه على راسها حاجه عشان البيئه. أيوة. ومش بس كده، فضيلتك هات لي راجل في السعوديه مش مح او في الجزيره يعني او في المنطقه مش دي مش محجب بهذا المعنى. يعني اما احط حاجه على راسي حاجه، ده كانت البيئه. هل يعني الجماعه بتوع ابو جهل والجماعه اللي ما كانوش مؤمنين بالاسلام كانوا بيمشوا بشعرهم عريان؟ كانوا بيمشوا بفساتين كت لابسين زي التانيين؟ بس هنا القصد هنا. يعني قال لي طب بس الرسول قال يظهر من المرأة هذا وهذا وهذا، قلت له ده حديث احادي ملوش سند. لانه اشمعنا دلوقتي فجأة كده لقينا ان المسلم التنميط المسلم غلط؟ يا استاذة انا في فرنسا وفي اوروبا لما الوقت بلاقي انه بيقولوا دي مسلمة من شكلها من لبسها، ده مش مظبوط، ده في رأيي مش مظبوط. انت مسلمة بسلوكك، انت بتخلي الناس تحترمك بسلوكك الإسلامي والمتدين. يعني لما بس حضرتك قلتي عليه جرثومة يعني. لا أنا ما قلتش جرثومة. ما قلتيش جرثومة. لا 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 لا، أنا دايما بتحمل نتيجة اللي بقوله. أنا قلت إن ده عامل فرز طائفي. الأستاذة فريدة الشوباشي، حضرتك طالبتي البرلمان بإعادة قانون من أين لك هذا؟ ليه؟ وعايزة تقولي لمين من أين لك هذا؟ عايزة أقول لكل اللي أسوا ثراء فاحش لا يتناسب مع دخلهم، يبقى لازم اقول له من اين لك، مش من اين لك هذا، من اين لك كل هذا. اصل زمان انا لما كنت اسمع ان واحد مليونير كان يغمى عليا. ايوه. دلوقتي المليونير ده غلبان. فعلا. ملياردير. يعني كله ما شاء الله مليارات. منين؟ بصي، هو ده اللي يخليني امشي ورا الخريطه واوصل لاس الفساد وابتدي انظف بلدنا. أستاذة فريدة، حضرتك ليكي أي اعتراضات أخرى في أي موضوع إحنا ما تكلمناش فيه النهاردة؟ لا، هو يعني الواحد طول ما هو قاعد، طول ما هو بيعيش وطول ما بيشوف حاجات بيعترض. بس على فكرة الاعتراض ده دليل صحة. يعني أنا النهاردة لو أستسلم لكل حاجة بشوفها، لو أستسلم لأي سلبيات يبقى هتزيد. أي. هتبقى أكتر. انا لما اعترض انا ممكن اكون لو كان انا بعترض باخلاص وبحسن نيه وبحب البلدي. يعني لما اقول مثلا لما كنا بنتكلم مع بعض دلوقتي على حكايه القمامه، يعني أيوه. القمامه دي ممكن تبقى كنز، ممكن يبقى التدوير بتاعها صحيح. ممكن يشغل ناس وينظف البلد. يعني في بتطلعي منها بلاستيك وبتطلعي منها اسمده وبتطلعي منها مصنوعات برضو صلب وحديد من حديد، وبتطلعي منها زجاج تاني إعادة تدوير، وكل ده بتعملي كم مصنع؟ ده الصين كانت عايزة تشتري القمامة بتاعتنا. طب ما احنا أولى بقمامتنا يعني. طبعا. زي ما بيقولوا. فاللي أنا عايزة أقوله إن الاعتراض لما بيكون نابع من حب الوطن، لأنك أنت بتعترضي علشان يعني علشان نفسك تبقي أحسن. أيوه. من غير كده مش هتبقي أحسن. بس هل الاعتراض مهم ولا الأهم التنفيذ؟ لا، ما هو الاعتراض بيليه تنفيذ. هو الاعتراض بيقف هنا، ما بنلاقيش تنفيذ كتير. ما نفضل نعترض ونصرخ بالاعتراض لغايه ما ينفذه. ايوه. استاذه فريده الشوباشي، انا سعدت جدا بلقاء حضرتك. شكرا. النهارده واستفدنا من كلامك وحوارك، فعلا كان شيق. بشكرك جدا. ربنا يخليكي، وانا بشكرك وسعيده ان انا كنت ضيفتك النهارده يعني. شكرا يا فندم. مشاهدينا انتظرونا الاسبوع اللي جاي وضيف جديد على كرسي الاعتراض.